مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعيون عربية. من بكرة راح يفتح اللوتو الأمريكي اللي هو الهجرة إلى أمريكا، مثل ما تشوفون بالعنوان تقرون الهجرة إلى أمريكا مجانا، فهذا التسجيل يكون به مجانا راح تهاجر لأمريكا. قبل ما نبدي لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. طبعا هذا ينفتح مرة واحدة بالسنة، فأنت ما راح تخسر شيء. لو عندك رغبة أنه تهاجر لأمريكا تشوف بلد جديد، ما راح تخسر أي شيء، راح تسجل به. التسجيل أرجع وأكرر مجانا في كثير مواقع على الإنترنت، راح تقول لك سجل باللوتو الأمريكي، بس بالأخير تطلب منك $50 $20 $100، فهي كلها عبارة عن مواقع وهمية. الموقع الرئيسي عبارة عن موقع مجاني. لو عندك الرغبة أرجع وأكرر تريد تهاجر سجل، إذا ما عندك الرغبة لا تسجل، وممكن تشيل حق غيرك أنه يريد يهاجر. طبعا بشروط ومتطلبات، فهسه راح نشوف الشروط والمتطلبات، ويحتاج أيضا صور خاصة لأنه بعد ما راح تظهر النتيجة مالتك راح تروح تقدم بالسفارة ورأسا تطير الأمريكا وتاخذ الجرين كارد. فخلونا نبدي ندخل على الموقع الرسمي اللي راح ينطلق بكرة. هذه هو التسجيل في قرعة أمريكا 2022. احنا حاليا بالصفحة الرئيسية. موعد التسجيل وحسب موقع السفارة الأمريكية يبدي يوم 7 أكتوبر، يعني اعتبارا بكرة أو بعد بكرة راح يبدي إلى غاية 10 أكتوبر، أوكي؟ 10 نوفمبر، والإعلان عن نتائج 8 مي، يعني 8/5 راح تطلع النتائج. من تطلع النتائج راح تقدر تروح تاخذ أوراقك وتقدم إلى أمريكا. طبعا أعتقد هم نشوف زيدة أو ما زيدة. هنا يتكلم عن الموقع، هذا الموقع dvprogramstate.gov أو dvlotterystate.gov. وطبعا تسجل كل فرد من أفراد العائلة بالقرعة. الشروط مالته أنه لازم تكون خريج كلية. طبعا هنا خريج كلية، أو أنت مثل ما عندك خلية، لا ما عندك شهادة فتحتاج تدريب مهني، يعني مثلا صايغ، أنت صايغ أمريكا تحتاج صياغ، أو أنت ميكانيك سيارات أو أي مهنة كان، تأخذ من الدائرة المسؤولة عليك النقابات، فتأخذ منهم أوراق أنه أنت آخر مثل ما مكتوب في آخر 5 سنين سبق تاريخ التسجيل، أوكي شهادة مذكورة. زين لازم تكون سنتين بآخر 5 سنين، يعني إذا قبل 7 سنين عندك هالشهادة راحت، فبآخر سنتين زين أوكي في آخر 5 سنوات. وهنا تقدر تدخل على هذا النظام الرقمي، تعرف اللي الشغلات المهنية اللي يريدوها، فتقدر تدخل عليه. راح يدخلك على موقع ثاني وتشوف انت البناء، عمال البناء تكتب لو حبيت وتدخلون قلوا لي اني اساعدكم به. النتائج مثل ما قلنا 8 مي، اوكي، وراح من تسجل راح ينطيك رقم، هذا الرقم راح تستخدمه انه تشوف اسمك طلع او لا. هسه اجينا على شروط التقديم الى اللوتو الامريكي. طبعا الشروط هي 8، فأول شيء تمتلك جواز سفر، 2 مكمل 12 سنة دراسة يعني ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ومخلص الإعدادية حتى للتدريب المهني لازم يكون هذا الشرط موجود. أي شرط من هالشروط ما موجود ما يحق لك تقدم. 2/3 تسجيل طلب واحد، يعني مو كل ساعة تكتب الطلب 3-4 مرات راح ينهمل الطلب مالتك، وإنهاء الخدمة العسكرية. وتحتاج أهم شيء الصورة، الصورة تروح على مصور 6x6، أعتقد خلفية بيضاء، تكون خلفية بيضاء متأكد، بس الوجه والعيون يعني ما يصير يمين أو يسار، لازم تكون إلى الأمام. وشون يعني حرف ما يصير متغير، يعني مثل الاسم الأب والأم والجد، لأنه أي حرف بعدين ما راح تنقبل، ترى حطوها ببالكم.
او ما يصير اذا انت متزوج تقول انا مو متزوج، التغيير ايضا راح تنشطه بعدين، يعني مو انت طلع لك اللوتو واذا كان غلطت راح يروح عليك. وثمانية اخر طلب انه في دول ما مسموح لها، بس اكثر الدول انا قريتها مسموح لها، فهنا تقدر تدخل بهذا العنوان، راح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف حتى تدخلون عليه. وبعد ما تسجل راح يدزوا لك رقم، هذا الرقم تستنسخه للورقة وتحطه لأنه ممكن ينسي، ويوم ظهور النتائج تدخل الرقم راح يقول لك أنت مقبول أو لا. هسه مثل ما قلنا يتم الاشتراك في القرعة مجانا، راح تكمل تنزل بالموقع. ستجون هنا راح تنطي تفاصيل مشاركة، مواصفات الصورة، بدل مشاركة المعلومات، وراح تسجل اسمك، الجنس، تاريخ الميلاد، المدينة، الدولة، البلد اللي انت بي، جواز السفر لازم يكون صالح بست شهور سنة لي قدام جواز السفر، وتحمل الصورة الشخصية والعنوان والمدينة والإقليم والمحافظة، وأهم شيء الرمز البريدي والدولة ورقم الهاتف اختياري والبريد الإلكتروني، وهنا تكتب الآخر مستوى حالتك الاجتماعية وعدد الأطفال، و16 بعد الانتهاء تضغط أتكبس على زر كونتينيو وتكمل الشغلات مالتك. فهنا كل المعلومات موجودة، هذه الصورة الصح الخطأ، شوف هاي الصورة صح هاي صح، هذه خطأ هذه خطأ، فهنا تقدر كلها تاخذها. أتمنى استفاديتوا، هاي المعلومات كلها الموقع راح أتركها بصندوق الوصف. أتمنى استفاديتوا، لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي. نصيحة لأي واحد قبل ما يبدي يتأكد من معلوماته، جواز ساري المفعول لمدة سنة لي قدام، لأن أحسب إلى نهاية شهر العاشر سنة اللخ، فحتى يتأكد أنه يقدر يسافر. المعلومات مرة أخرى أؤكد أنه تكتب الأحرف مضبوطة 100%، لأنه أي حرف ناقص أو زائد راح تشيل فرصتك وفرصة غيرك. إن شاء الله استفاديتوا من كلامي، لا تنسوني باشتراك ولايك وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد.